أسعد الله أوقاتكم متابعين قناة خط سير بكل خير، وأهلا فيكم وأهلا وسهلا فيكم بيوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد. بحب أذكركم بالاشتراك بالقناة وابداء الإعجاب، وإذا عجبك الفيديو شيره وعلق لي عليه وما تنسى زر الجرس. هذه القناة قناتكم، إذا عندك أي مكان حاب تشوفه زي ما بنعمل هلا بس خبرنا عنه، إحنا إن شاء الله بنوصل له ونعمل لك عنه فيديو مميز. اليوم إن شاء الله مشوارنا على جبل الحسين، بالذات على أحياء الداخلية وبالذات على شارع كفر قاسم. طلب منا هذا الفيديو السيد أمجد معتزل، طلب منا نصور له جبل حسين، صورناه كثير طبعا، طلب شارع كفر قاسم والأحياء الداخلية. فعلا هو معاه حق، احنا صورنا شارع رئيسي اللي فيها حتى مستشفى الأمل، صورنا بس شارع مستشفى الأمل وزدناه شارع بسيط وخلص. فإن شاء الله اليوم راح ألبي له طلبه وأعمل له فيديو وعمل جولات كثيرة داخل جبل الحسين. احنا اليوم يعني زي ما انتم شايفين جو جميل جدا، عندنا منخفض 50، الحرارة طلعت امبارح كانت عندنا الحرارة 18، اليوم صار عندنا الحرارة 30 في عمان. يعني انا يعني بطلع عليها هلا 30 درجة مئوية، باللي راح توصل ل 20 درجة مئوية. يعني اجواء جميلة جدا، اجواء رمضانية بحتة. كنت حابب اني اصوركم امبارح بس للاسف ما لقيتش المكان اللي انا بدي اياه اصوره بشكل جيد. يعني رحت، يعني في ظاهرة غريبة في عمان انه في اماكن فاضية، يعني فاضية فاضية ما فيهاش مكان، فيهاش ناس، يعني الاماكن موجودة بس فيش ناس، ما كانت هيك زمان. فانا ما حبيت اني اصور المكان لانه فاضي كثير للاسف الشديد، يعني لانه الجنة بلا ناس ما بتنداس. لهيك ان شاء الله راح ادور على مكان ثاني وراح اصوركم اياه، يكون في تجمعات اكثر من هيك. على كل، نحن هلا زي ما انتم شايفين قراب جنب الحراج، حراج عمان على يميننا وعلى يسارنا اللي هو مجمع الشمال. شوفوا الناس للاسف كيف تقطع، يعني عنده جنبه هاي زعلان الحج وبقاتل وحالته حاله ومقبع مع انه هو الغلطان. هاي الجسر، يعني هاي الجسر يطلع عنه فوق ويلف، يعني ليش بقطع بالطريقه هاي انا مش عارف. يعني هذا شارع سريع، يعني السرعه عليه الناس ما بتمشي اقل من 70 عليه، فانت ليش تقطع هاي القطعة؟ صراحة سيئة، يعني سيئة جدا. على كل، هذه الأحوال اللي بنشوفها كل يوم هون في عمان، يعني هذا الشيء صار طبيعي وعادي جدا. على كل، نحن هلا نازلين بنزول باتجاه جبل حسين. طبعا في له أكثر من طريق، أنا نازل عن طريق شارع الأردن. شارع الأردن بوصلنا عليه من الجهة السفلى، يعني من جهة المخيم من تحت بتطلع على جبل حسين أو تجيله من دوار الداخلية. أنا طبعا حطيت شارع كفر قاسم على النافيجيتر، هو معطيني من الدوار الداخلية، يعني أقرب لإلي من الدوار الداخلية فحطع له من الدوار الداخلية. يعني سبحان الله، كل مكان أو كل شارع له طريق أفضل. طبعا زي ما حكيت لكم له أكثر من طريق، بس طريق اللي كل الناس بتعرفه اللي هو طريق الدوار الداخلية، والطريق الثاني اللي هو مستجد على جبل حسين اللي هو من شارع الأردن تقدر تطلع له طلوع على اليمين، وانا عملتها اكثر من مره، يعني اكيد شفتوا كيف بنصلوا. هذا الكلام لاخواننا اللي صاروا من زمان مسافرين، يعني بيعرفوش كيف طبيعه الشوارع صارت. هيني ماشي باتجاه مستشفى الاستقلال على اليمين، وراح اكمل على العبد ان شاء الله وادخل من الدوار على حتى اشوف وين بتوديني، ممكن على الجهه الثانيه. انا بعرفش وين بيجي شارع كفر قاسم، لانه جبل حسين مقسوم نصين، من الشارع الرئيسي اللي هو شارع خالد بن الوليد مقسوم نصين على اليمين وعلى اليسار، يعني في منه جزء على اليمين في منه جزء على اليسار، لهيك ممكن يكون على اليمين، انا ما بعرف. هلا بفرجينا النافيجيتر وين راح نوصل. يعني شوفوا هاي الاشاره، هاي جديده على اخواننا اللي سافروا من زمان، حتى جديده كانت علي لما جيت. هذا على يميننا مستشفى الاستقلال، وهذه الاشاره الزنخه، اسمحوا لي احكي انها الزنخه لانه وقت الذروه ووقت الصبح، يعني وقت لما يكون في عندنا، اليوم انا بصور يوم الجمعه، لما يكون عندنا يوم عمل عادي بتكون الازمه اللي لها واصله لحتى شارع الاردن، فبتطولش كثير لما تفتح، على السريع بتسكر، عشان هيك انا بسميها زنخه. في عندنا كثير اشارات على فكره في الاردن زنخات. يعني هلا هاي الاشاره، شوفوا الشارع قدامنا فاضي، شوفوا ليش وقع، هلا بسكر على اللي وراي، فما بتاخذ وقت طويل.
على كل هينا طالعين، هي بلش جبل حسين معانا من اليسار، هذا شارع الاستقلال، جبل حسين ببلش معنا من اليسار، وإحنا صورنا الشارع الموازي للعمارات اللي على اليسار اللي هو شارع مستشفى الأمل حسب طلب أحد المتابعين عندنا في القناة. طبعا على اليمين هذا بودي على الجنسي، بتعرفوه على الدفاع المدني، هذا اللي غاب من زمان أكيد بيعرفه لأنه ما تغيرش عليه شيء كثير إلا المستشفى الفنلندي الأردن الفنلندي اللي موجود على يميننا. طبعا مجمع بنك الإسكان وحسافة عليه، يعني أنا من الناس كنت كثير أحب هذا المجمع بالتسعينات، كان جميل وله رونق وفيه كافيهات ممتازة، يعني شوفوا أول مول في الأردن، أنا بعتبره أول مول في الأردن لأنه كان جامع كل شيء، حتى شركة عالية للطيران كانت موجودة فيه، يعني الملكية الأردنية لها مكاتب يعني بزر وبيطلع اليسار. قالت لحالك على شو يعني، والله العظيم غصب عنه الواحد بيتكلم مش بخاطره، طلع لا غماز ولا شيء، أي دخل على اليسار للأسف، يعني انتقادات كثيرة. بس والله امبارح على فكرة أنا طلعت المساء يعني قبل الإفطار، كنت معزوم على مكان معين، فطلعت انصدمت كمية السيارات الموجودة بالشارع. أنا بتذكر زمان، ولا خليها لدردشات أحسن لا حتكلم فيها. بتذكر زمان كانت الشوارع تفضى، وقت الإفطار تفضى الشوارع، فبتكلم مع واحد بحكي طب ليش هيك الشوارع في عمان مليانة، يعني صدقا مليانة، يعني المشوار أبو خمس دقايق بدك فيه نص ساعة، مليانة الشوارع الرئيسية، إيش مش طبيعي. بيحكي له في حد صايم للأسف، طب أنا مش شايف حواليك غير كل الناس صايمة اللي حوالي، ممكن هو أدرى طبعا هالمطب يعني مش عارف كيف بيعملوا المناهج، إيش بيخزي. وهذا اللي وراي الحج يعني حشرني حشر، حشرني يعني ذبحني، وين رايح أنا هيك؟ موديني وين؟ أنا ماشي على النافيجيتور، مش عارف مال النافيجيتور، وين موديني هيك في شارع؟ لسه ضايل 5 دقايق، هنشوف، لأنه من هون على اليسار ما في. هون على اليسار ما في نافيجيتر، دخلني من هون ما بعرف ليه. طيب خلينا نكمل، احنا هيك دخلنا بالعبدلي، ما بعرف هذا النافيجيتر كيف بيفهم، يعني اذا احنا بشوارع عمان بنضيع كيف النافيجيتر، يعني الله يعينه بصراحة. يعني انا في شغلة كثير مهمة، يعني ليش المناهل ما بتنعمل على مستوى الشارع؟ يعني ثلث ارباع حفرنا في البلد هي مناهل، مناهل اللي بيعملوها بعرفش وزارة المياه، ما بعرفش مين اللي بيعملها، بس أسوأ من هيك مناهل معمولة في العالم ما شفت. يعني كل مناهلنا اللي موجودة في عمان يا حفرة يا مطب، يا أعلى من الشارع يا أوطى من الشارع، للأسف الشديد، يعني شيء بجنن بصراحة، شيء بجنن. يعني شفتوا اللي الحفرة دخلت فيها، منهل، هذه منهل، يعني أنا بدي بس أمشي جنب المناهل راح أفرجيكم إياها. إحنا هلا على فكرة هذا مجلس النواب على يميننا، لقدام شوي بيصير على يميننا مجلس النواب، يعني المفروض هذا من أحسن شوارع البلد لأنه كل النواب تعونا بمروا فيه. هاي شايفينه هذا هو الشارع تبع مجلس النواب، يعني المفروض أحسن شارع في البلد كلها. ما بعرف كيف الناس هاي بتخش، والله ما بعرف كيف بيسوق، يعني بصير عندهم جنون قبل الإفطار، الناس بالأردن تنجن فعلا، معنى كلمة تنجن. يعني زي ما حكيت لكم امبارح لما طلعت قبل الإفطار تأخرت، يعني نمت شوي قبل كنت سهران كثير، فنمت شوي قبل الإفطار، فجيت أطلع أنا مأمن يعني إنه الشوارع فاضية ومبسوط على حالي، يعني إنه راح أصل بسرعة. وصلت بعد الإفطار بربع ساعة، صدق أو لا تصدق، بعد الإفطار بربع ساعة، يعني مش طبيعي كل العالم. وعلى فكرة يعني تحكي إنهم متأخرين على الإفطار، طايرين طايرين بطريقة مش طبيعية، أنا مش فاهم ليش، يعني أنا مش فاهم ليش بتحشر حالك لآخر لحظة بعدين بتصير تدور على الإفطار. وزي ما حكى لي واحد قال لي والله هذول يعني أغلبية الناس عندنا مش صايمة، للأسف الشديد، يعني إن شاء الله يكون الكلام مش صحيح، إن شاء الله يعني هو شهر بهالسنة. خلينا نشوف هذا الشارع، أيوة رجعني من هون، بس هاي المنطقة أنا بعرفها العبدلي، إلا إذا تغيرت علي أنا على كل هيني ماشي فيها. لنشوف شارع كفر قاسم، ضايل دقيقتين لإله حتى نوصله، هذا كله يسار ممنوع. انا هيك بعرف انه هاي العبدلي اللي بده يدخلنا لجوا، بالعكس هي النافيجيتور اعطاني النقطه الحمراء انه هي قدامي الشارع، ما في مشكله، فرصه ان ندخل. زي ما حكيت لكم انا الشارع الرئيسي اللي هو خالد بن الوليد في يمينه ويساره، هذول الاثنين بنحسبوا على جبل الحسين. طبعا جبل الحسين تابعه لمنطقه العبدلي جغرافيا، تابعه لمنطقه العبدلي،
زي ما حكيت لكم انا بالفيديوهات السابقه، عمان مقسم لمناطق، المناطق هاي بتتبع لها مناطق ثانيه. يعني هلا زي منطقتنا اللي احنا فيها جبل حسين تابعه للعبدلي، هي العبدلي اللي مصنفه عندهم جغرافيا وتابعين لها جبل حسين. طبعا جبل حسين من اقدم الاحياء الراقيه الموجوده في عمان، يعني كان عندنا زمان معروفين جبل حسين وجبل عمان وجبل الويبده، هذول كانت اشهر المناطق. لا شكله الشارع الثاني، انا خربطت في الشارع حتى، مش مشكله، ما احنا جايين نلفلف في الشوارع الداخليه. من اقدم الاماكن الراقيه، يعني ظلت لحتى نص الثمانينات انا بتوقع وهي من الاماكن الراقيه. بعدين دخلت علينا مناطق ثانيه زي شميساني، جت بعدها مباشره شميساني والرابي وعبدون ودبوخ، صار عندنا حتى الظهير هلا في الوقت الحالي صارت مناطق الراقيه، لانه عملت لكم فيديو عن منطقه الظهير اللي بتيجي على طريق المطار. يعني بصراحه اسعارها مرعبه، اسعار الاراضي فيها مرعبه، مع انك فعليا خارج عمان، انت طلعت من عمان على طريق المطار، يعني هي بتيجي خلف وزاره الداخليه تقريبا الخارجيه، فشيء مرعب بصراحه، شيء مرعب بطريقه مش عاديه. هذا هو الشارع، هيك معطيني هذا الشارع، هذه شركة الكهرباء الأردنية العام، مكتب جباية جبل حسين. خلينا نشوف هلا، شمال ممنوع، يمين هذا هو الشارع لو كفر قاسم، ما في غيره، معطيني اياه على النافيجيتر. انا هلا طبعا راح ابلش معاكم باللف في الاحياء، ان شاء الله الاخ امجد يلاقي المكان اللي هو حاب يشوفه، يعني شوفوا طبيعتها، يعني هذه البنايات اغلبيتها ما تغير من سنين، يعني زي ما هي، شوف اللي قدامنا، يعني حتى الوسخ على الحجر موجود. طبعا هذا زمان بتذكر كانت الامانه تغسل بالاخص بوسط البلد، هلا بطلت اشوفهم بيغسلوا بوسط البلد الحجر تبع البنايات. على كل، يعني المنطقه ما تغيرت كثير، حتى علي انا ما تغيرت كثير. خليني ادخل من هون عشان اعمل الجوله تبعتي في جبل الحسين، بس ان شاء الله ما يكون في شيء مسكر زي ما دخلنا قبل شوي. يعني شوفوا ما شاء الله، يعني كل شارع عندنا بالبلد لازم يكون فيه اشجار، يعني شفتوا الاشجار. بس الحلو بالموضوع هون انهم زارعينهم جوات البيت، يعني مش زارعينهم على الرصيف، عندنا مزروع على الرصيف عمدان، شوفوا قديش في عمدان مزروع على الرصيف، للاسف يعني بتاثر على حركه المشاه. يسارنا ممنوع، هذه الاحياء، انا ما بعرف اسماء الشوارع، بس الشارع الرئيسي اللي طلبوا مني سيد امجد انا وصلت له. شوف البس عماله مفطر اليوم، البس هذا القط مفطر، هذا بياكل. انا هيني عمالي بلف في المنطقه اللي هي على يمين شارع خالد بن الوليد، والله مش عارف من وين بدي اروح، يسار يمين، هذا زي دوار مش عارف، هي حديقه والله العليم، هذه حديقه عامه، ممتاز ان صرنا نشوف حديقه عامه في عمان، مع انها شكلها قديم يعني مش جديدة. مش عارف هلا اروح يسار ولا يمين. هي شوارع جبل حسين وجبل الويبدة بتجنن. هي هذا هو شارع كفر قاسم اللي انا دخلته، ولا انا الظاهر اني دخلته من اخره لانه كان ممنوع يسار، فهين رجعت سبحان الله بالصدفة ورجعت له مرة ثانية، فبنرجع مرة ثانية. هذا هو الشارع، يعني ما شاء الله شارع جميل عريض، له لها الحفر اللي بالشوارع، يعني بتمنى من أمانة عمان تشوف لها حل بهالمشكلة الشوارع، بتمنى يعني بتعملوا بنهضة والمئوية الثانية دخلنا فيها لعمر بلدنا اللي بنحبه، ولساتها شوارعنا كأنك في الستينات والخمسينات. يعني للأسف الشديد ما عملوا شيء. أهم شيء عشان السياحة تمشي في أي بلد شوارعها تكون نظيفة ومزفتة كويس وإنارتها عالية، يعني أقل ما فيها هيك تكون. عندنا الإنارة للأسف زي الزفت في عمان، الشوارع ثلث أرباعها مطفي، حتى شارع الملكة رانيا اللي هو شارع الجامعة الأردنية اطلعوا عليه كويس، وين ما في باص سريع بتلاقي فيه موجود عندهم في إنارة، مع ذلك الإنارة أغلبيتها خفيفة. القطع القديمة من الشارع الجامعة مطفية، أغلبيتها مطفية، يعني للأسف الشديد ما حدا، أنا شايف ما حدا سائل في موضوع الإنارة، موضوع الشوارع بالبلد. يعني دخلنا على دبوخ، دخلنا على دير غبار، دخلنا على
اللهم صل على سيدنا محمد، الرابية، يعني كل المناطق عمان حتى المناطق الراقية دخلنا عليها وكان للأسف الشديد شوارعها زي الزفت، يعني حتى دبوق الشارع الكويس اللي فيه الوحيد اللي هو الشارع الرئيسي، وبس تطلع من الشارع الرئيسي بتصير الشوارع زي الزفت، يعني يدخل بين الفلل تلاقي شيء ثاني. هذا البس أنا شايفه قبل مرة، والله هذا اللي مفطر. أنا رجعت شكلي من هون لأنه شوارعها زي المتاهة، هاي المنطقة شوارع كأنها متاهة، يعني أنا من الناس مش من سكانها بعرفش كيف بدخل كيف بطلع. خليني أخذ يساري، قبل شوي أخذت يميني، على وعسى طلعنا على مكان ثاني. يلا، كل ما الواحد ضاع أكثر كل ما صور أكثر، كل ما شمل المنطقة بطريقة أكبر. فوالله بدي رأيكم يعني بخصوص شوارع عمان، بدي رأيكم، أعطوني رأيكم بشوارع عمان، يا ترى هي مناسبة للسيارات وإنها تكون عمان منطقة سياحية؟ أنا مني وعلي أول واحد راح يصوت راح أقول لكم لا، يعني ما بتوصل هذه الشوارع إنه تمشي عليها عربيات بصراحة، لأنه كل يوم بنقع بحفرة وبنقع. طلع الشارع كيف يعني، كأنك فعلا كأنك على درج، كأنك ماشي على درج بسيارتك. فهذا للأسف يعني شيء سيء. شوفوا الأرصفة عنا كيف، حتى الأرصفة عنا سيئة، بدها شغل من أول وجديد عمان. أنا بتكلم من كثر ماني محرور يعني زعلان عليها بصراحة. هذا تاكسي المميز، هذا من أشهر التكاسي اللي ما مشت في عمان، يعني بدك تستنى وأنا قاعد بستنى فيك، لا يوقف على يمين يعني، بعدين أنا بطلع وباخذ راحته مش بنص الشارع. للأسف هاي الثاني دخل ولا عنده ولا عند باله، يعني إذا ثقافة مرورية مع الناس. هاي طلع الحج فوق الرصيف، الله يقويك يا حج. خلينا نشوف، هذا شارع ثاني بعرف شو اسمه، إذا قريت اسمه راح أحكي لكم، بس هذا على يميني يعني لفت نظري. مدخل خاص يعني ما شاء الله، فكرت شيء كبير لأنه الكانجيلو كثير كبير، الباب الرئيسي اللي برا. مش عارف أنا ماشي عكس السيارة، كل السيارات ما أعطتني عكس، الظاهر إني ماشي عكس السيارة. مش مبين معي يعني، يعني من هناك ما شفت. طلع دخل كثير دقيقة، إحنا في جبل حسين، والله ما عارف إنه بدي أطلع، نطلع من هون عند الصغار هذول، لأنه أنا هذيك لسه ذاقت بزيادة الدخلة. أنا صراحة ما بعرفش هاي المناطق يعني، أنا ما بعرفها، لولا سيد أمجد طلب مني الأماكن الداخلية ولا أنا ما بعرف. خلينا نرجع من هون نطلع الرئيسي، اشرف لي واحسن لي، بلاش اضل نلفلف على طول. شو هاي السيارة القديمة، يعني سيارة قديمة فوكس بيتل، حاطها بالجراج، لا لها عجال ولا هيك عظمي، بس سكاليترو. نلحق هذا على اليسار، الناس عندنا هون صار فيها طبع جميل انه صار تتمشى كثير قبل الافطار، حتى بالايام العادية ما فيها رمضان الناس بتطلع صار تتمشى وقت المغرب، مع انه للأسف الشديد فيش عندنا أماكن لتمشي، يعني الواحد بيطلع زي اللي طالع عملية انتحارية عشان يتمشى. فهي وصلنا جبل الحسين من المنطقة الثانية، هنطلع اليمين عند دوار فراس، يعني سبحان الله لفلفت لفلفت وصلت لهون. هنطلع من عند دوار فراس من هون ونكمل على السايد الثاني، يعني هلا على الجهة المقابلة لنا، حدخل على الشوارع الداخلية في جبل الحسين وأصور لكم إياه. يعني شوفوا احنا هلا ما قبل الافطار الساعة 6، يعني ضايل ساعة وثلث تقريبا للافطار. شوفوا الحركة كيف تغيرت، الناس طبعا بتهجم على المخابز هجوم، انا لما بتكلم هجوم اذا ان شاء الله امر عند مخبز وتشوفه هجوم، هجوم فعلا كلمة هجوم، يعني السيارات مسكر الشارع والناس بيستنوا دورهم على القطايف، يعني اقرب واحد ممكن يكون بعد ربع ساعة، يعني مع انه بيقدر يشتري قبلها بشوي ويريح راسه، يعني يشتري العصر مش شرط يشتري قبل الافطار بساعة او بساعتين، لانه حركتهم كلها بتصير مع بعضها. يعني شوفوا الازمة، احنا يوم جمعة ووقت الصيام، يعني فيش حد هلأ شغال بالمرة الا تعون المحلات اللي بتفتح بهيك وقت بس، ومع ذلك شوفوا احنا قديش بعد عن الاشارة والاشارة مسكرة. احنا هلأ داخلين على جبل حسين زي ما حكيت لكم، هذا الشارع بعرف شو اسمه، بس هو اللي بودينا على دوار فراس اللي هلأ بسموه دوار ماكسيم نسبة لمكسيم. طب معلومة، ليه سموه دوار فراس؟ دوار فراس سموه على اسم الشهيد فراس العجلوني الله يرحمه، يعني طيار الشهيد فراس العجلوني
اللي استشهد فسموا هذا الدوار على اسمه، ومع الوقت فتح ماكسيم واجا جيل جديد وسماه دوار ماكسيم، مع انه فيش دوار بالاصل يعني. مع انه ما في دوار، هو بس عبارة عن اشارة ضوئية. زمان زمان يعني اللي برجع كثير لورا كان دوار، يعني زي انتم شايفين ما شاء الله المساجد مشغلة، ولا هذا محل، هذا محل مشغل القرآن، صوته جميل ما شاء الله. يعني شوفوا انا هنا واقف شايف الاشارة قدامي، وبعدها ما فتحت يعني بعدها مسكرة، بس ان شاء الله ما تفتح 5-6 ثواني وتسكر. في شغلة كثير مهمة يعني انا بلاحظها حتى عندي على القناة، يعني صارت تصير عندي حتى انا على القناة للأسف الشديد. اول ما نزل الفيديو بتنزل لي واحدة بعرف سمر بنت ايش اسمها، طبعا هذول كلهم كذابين، لازم تعرفوا هذا الحكي كويس. انا مش عارف شو، ابني محروق، ابني بده يموت، ابني مات، بدنا نموت من الجوع، وامانة عليكم يا عالم، من هالكلام الفاضي اللي بتعرفوه هذا. فديروا بالكم، هذه بسموها تسول الكتروني، ما في واحد فيهم صادق. يعني انا بحطها بذمتي، بحطها في ذمتي من جوا، ما في واحد فيهم صادق، كلهم كذابين. اللي بيشهدوا على النت كلهم كذابين. يعني انت اصلا من الاصل انت من وين لك فلوس لحتى يكون عندك؟ الفقير المعدم ما في عنده نت اللي يتكلم عليه. وغير هيك نفس الاعلان بتشوفه على كل المواقع، بس الاسم البنت بتغير، نفس الاعلان اسمها بتغير. يعني امبارح واحده نزلت عندي مش عارف ابني محروق ما محروق بده، لا هذا شفته على جروب من الجروبات الثانيه، نزلت علي واحد امبارح بتقول يا اهل الخير، يعني نفس النداء اللي انا بقراه على الجروبات، نفس يعني نسخه واحده بتوقع لشخص او شخصين ثلاث، يعني مجموعه اجراميه هم اللي بوزعوه على المواقع. في ناس طيب زياده عن اللزوم بتقع في حبالهم، يعني للاسف الشديد في عندنا ناس كثير بتقع بحبالهم من طيبتهم. يعني بشوف الناس بتدخل عليه، وانا متاكد يعني لما تدخل عليه انت تكون على مكان مثلا انت بالخليج بتسال انت وين، بيجي بقول لك بالاردن ولا بسوريا ولا بالعراق، يعني بعطيكش المكان اللي انت فيه. وفي عندنا هون بالاردن يعني صارت كثير موجوده برضه هاي العصابات الجرميه. شو بتعمل؟ بتروح وبتستاجر بيت، يعني بده يوقع، بده يوقع، عشان اذا واحد قال لهم تعالوا، يعني قال لهم بدي اشوف بيتكم، يودوه على هذا البيت. طبعا الشرطه عندنا مكثوره الخير مسكت كثير من هاي النوعيات، يعني بيستاجر بيت قايل للسقوط وبيخلي حاله مسكين هو اللي عايش فيه، هو اصلا مو عايش فيه. لهيك كل واحد لازم يطلعه. عندنا هاي العاده الوسخه بصف قدام السياره بمترين، قدام الاشاره بمترين، وخلص لازم كل البلد يزمر له لحتى يطلع. يعني هاي عادة سيئة جدا، بكونوا يعني اللي بيجي فيكم المغتربين، اخواننا المغتربين اللي بيجي على الاردن راح يشوفها، ما بصف على الاشارة ما بعرف ليه، بصف بعد الاشارة وبنام جوة السيارة، وانت عاد بدك تصير تزمر له. هذا اشهر شوارع جبل حسين، احنا بنسميه شارع رنوش، يعني احنا بنسميه شارع رنوش لانه فيه كوكتيل رنوش لقدام. طبعا هلا كثرة المطاعم فيه. هي جبل حسين اجمالا للملابس، يعني اشهر سلعه ممكن تشتريها في جبل حسين اللي هي الملابس، والباقي كله بدور في فلك الملابس. يعني اغلبيتها خدماتيه، هي عندنا مطعم الفارس، عندنا هون على يسارنا رنوش ومطاعم ثانيه، طبعا في تجارات ثانيه بس اكثر تجاره هون موجوده اللي هي تجاره الملابس. يعني شفتوا المطاعم ما شاء الله عندنا بالاردن بحبوا كثير الفلافل والحمص والفول، فيصير عليهم ضغط. هذول الشباب اللي بتبيع عمالها عصير فريش طبيعي 100%، الله يعطيهم الف عافيه. عنده معصرتين، واحده جزر وواحده برتقال، يعني انا هيك شايف عنده مركز التصفيه. كتانه، كتانه هذا سامع فيه زمان، كتانه بياع احذيه. يعني ما شاء الله الجيسي، موبايلات، شاورما الباشا، التركي، عقل، قرطاسيه، العاب، هدايا. يعني ما شاء الله من الاماكن اللي كل الناس بتحبها، يعني كثير ناس بتحب تيجي تتسوق من جبل حسين لذكرياتها فيها، لطبيعه المشي فيها جميل. شوفوا مطعم الاصاله، شاورما الاصاله قديش في عليه ناس. طب لسه ضايل ساعه وربع تقريبا، يعني انت بتاكل الشاورما فعليا بالبلد، تاكلها عمالك بارده، فعليا بارده. يعني شوفوا قديش ناس ما شاء الله، يعني حتى تبع العصير اللي ورانا عليه ناس كثيره، كل الناس عمالها تدخل على اليسار. انا عاد كنت ناوي ادخل من عند مياه هنا، خلينا نلحقهم. انا صورت الشارع الثاني اللي هو لما طلعت من مستشفى الامل، هنا حرجع من عند مياه هنا. طبعا جيت اعمل معامله مره عند مياه هنا، هاي طلعت وانا زعلان، يعني
في ارض قدامه دخلتها بالايجار، صفيت السياره فيها، طلع نام نام هذا نام، بزحف بزحف، هاي بزمروا لي اعمالهم وراي عشان هو حضر الجناب ويمشي على اقل من ماله. هذه مياهنه على اليمين. طبعا دخلت جوا سيئين جدا، المسؤول عن الريسبشن ومكانش موجود مش ذاكر يعني، المهم رموني صرت يطلعوني من واحد لواحد لواحد، في الاخير سحبت حالي وطلعت. حتى جراج ما في عندهم، يعني دوائر حكوميه عندنا بالبلد ما فيها جراجات، تخيلوا بيجيكم ناس ثانيين تستغلكم، تعطيكم ارض، يعني بالشتاء انت بتخبط في طينه عشان تدخل تبع معاملتك عشان تصف سيارتك وما تتخالف. للاسف الشديد يعني عندنا تقصير كثير كبير من كل الدوائر اللي عندنا، يعني تدور على كل الدوائر الرسميه، حتى وزاره الاوقاف راح تلاقي عندها تقصير للاسف الشديد يعني. خلص صارت صار طابع عندنا هيك، نشوف هلا ندخل على اليسار مسموح مسموح. مستشفى الشهيد ابراهيم ابو ديه، بصراحه انا كنت مفكر مستشفى منظمتي هو جيش التحرير الفلسطيني، لانه بتطلع عليه انا بعرفه، بس طالما كتب الشهيد ابو ديه فاذا كان قائد عسكري والله اعلم. انا بعرف انه مستشفى منظمه التحرير موجود هون. وفي اغرب شيء ممكن معلومه تعرفها عن جبل حسين، انه جبل حسين فيها مكاتب للتيار الاحزاب اليساريه والحزب الاخوان المسلمين، تخيلوا يعني اليساريين اللي هم الاشتراكيين بالذات، والكل بيعرف شان اشتراكيين، مع حزب الاخوان المسلمين موجودين في جبل حسين. ندور لقدام، انا بديش اروح على اليسار. مشكلة المواقف في عمان مشكلة كبيرة ترى، هي هون على اليسار مسكر الطريق تقريبا. دخلت لكم مواضيع كثير، انا ممل صاير. خليني ادخل على اليسار اشوف، انا بديش اطلع على الشارع الرئيسي، لا ما بدي اطلع، بدي اروح على اليمين لانه هذا بطلعنا الشارع الرئيسي. ممنوعة؟ مش ممنوعة، ما مكتوب عليها ممنوع. وليش كل الناس نازلة؟ مين اللي وراي الدور بزمر؟ ما ممنوعة، ما في عليها المنع، إلا هذا اللي قدامنا منعها لحاله مسكر الشارع. يعني شارع جميل، شوفوا الأشجار ما شاء الله، يعني أشجار جميلة، بيوت جميلة، العالمين فيلا جميلة جدا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، يعني اللهم لا حسد، فيلا جميلة جدا تلاقيها بجبل حسين، لأنه جبل حسين انتلى بال انتلى بال، طبعا هو أشر لي عشان ما اطلعش عشان يمشي، لانه شوف الشارع ما اصغره، سايدين يعني بياخذ سيارتين تقريبا، صفات السيارات على الجانبين، فصفى بس سايد واحد للناس، صفى بس سايد واحد يعني. للاسف ما شاء الله، يعني لافت نظري هون النظافه، بصراحه النظافه ما شاء الله جميله، يعني عجبتني. هذا شو اسم الشارع؟ المجدل، شارع المجدل، يعني مع حركة السيارات وصفتها اشي بالعكس واشي بالطول واشي بالعرض، يعني بتتفاجئ، بتفكر حالك غلطان، انت غلطان في الشارع، انه مثلا ممنوع انه بس للجاي، وبطلع في الاخير لا، هاي هون كان في ارمة وشايلين هذا العليزار ممنوع. اللي بيجي على هاي المناطق بده يحذر، يعني المنع فيها كثير، المنع فيها يعني شوف هون ممنوع الوقوف والتوقف، لو اجت اي دوري هون مستعد انه يخالفه، زي ما صار معي شارع زي هيك خلفوني فيه، يعني سكرت الدنيا بوجه الشرطه اجي خلفني بشارع زي هيك، مع انه ما فيش اماكن الواحد يوقف فيها. خلينا نشوف اذا في يسار، يسار كله منع انا شايفه. يلا نلحق هذا الشاب، مش عارف اني فين الممنوعه هاي، ولا تشوفوا كيف الإشارات جاي، يعني تعرفش أني فيه الممنوعة صراحة، ولا اثنين ممنوعات، والله ما أنا عارف، أنا مش فاهم يعني. للأسف الشديد، للأسف الشديد حتى شوارعنا مش معروف، يمكن هذا ممنوع والشاب بدك يعماله بيمشي غلط، ما بعرف أنا. خلينا نشوف من هون، نروح على اليسار، يعني أنا شوارع مش فاهمها بصراحة، يعني هاي طلعت كويس ما في منع، بس بتحس انه هيك في شيء غلط، انت بتحس في شيء غلط، يعني بتحس حالك مش ماشي صح، في الاخير انت ماشي صح. يمكن لاحظتوها علي في كثير شوارع في جبال عمان، بشك في حالي، انا بشك في حالي انه انا ماشي غلط، يعني صارت تتخيلوا. شوفوا جميع الهلال الاخضر الخيريه، بعرفش انا الهلال الاخضر، انا بعرف الاحمر،
أنا وكاف اليتيم كهتين في الجنة. هذا ممتاز يعني، جمعية خيرية يعني. شوفوا ما شاء الله هي الأشجار قديمة يعني، من قدم جبل حسين يعني، مش جديدة. هذا ليش هيك واقف؟ أنا حرجع دغري. وكفى المؤمنين شر القتال. بديش أطلع على الشارع هذاك، لأنه دخلناه شارع مستشفى الأمل، شركة بسمة الحب والسلام غير ربحية، مسكرة لأنها غير ربحية أبدا، سكرت. لأنه على فكرة عملت الحكومة حملة قبل فترة على الجمعيات الخيرية، سكروا العشرات حتى ممكن المئات من الجمعيات الخيرية اللي أصلا هدفها غير ربحي، وكانوا مخالفين شروط العقد اللي عاملينه عند الحكومة. يعني بصراحة فاسدين، نحكيها بالأحرى فاسدين، أو نشاطهم متوقف. لهيك الواحد هلأ احنا في العشر الأواخر من رمضان، إن شاء الله الله يبلغنا العيد وبلغنا رمضان القادم بإذن الله. الواحد يعرف وين يطلع فلوسه يعني. هلأ عندنا زكاة الفطر، عندنا الصدقات بتزيد بهذا الشهر الفضيل، بالأخص بالعشر الأواخر. يعني تقصوا على الناس قبل اللي تبعثوا لهم او تبعثوا الزكاه تبعتكم. زي ما حكيت لكم كنت اتكلم عن التسول الالكتروني، يعني هذول اللي بتقوم عمالهم بيشحدوا ما حد يقرب عليهم. المشكله انه لقيت كثير ناس عمالها بتسمع لهم، يعني بصيروا يسالوهم والاخري. على كل انا صورت مستشفى الامل على اليمين، لهون بقول لكم ليوم جديد وفيديو جديد ومكان جديد، ومع الف سلامه.